لو انت واحد جيمر وبتلعب على الويندوز كتير وبطبيعه الحال طبعا بتسيف العاب كتيره جدا، بس انت كل شويه بتقعد تنزل نسخه وبتتصدم بعد ما بتنزل نسخه ان كل ملفات التسييف او كل الحاجات اللي انت عديتها او المراحل المتقدمه في اللعبه راحت عليك يا معلم، وبتقول لك ابدا اللعبه من اول وجديد تاني. عايز اقول لك الفيديو ده ليك، انا معايا حل المشكله دي النهارده، هيخليك يعني تعمل باك اب لكل ملفات السيف بتاع الالعاب اللي موجوده عندك وتحفظها عندك، وبعد ما تنزل نسخه يا معلم راجع كل الملفات دي تاني بمنتهى السهوله وابدا كمل الالعاب بتاعتك من مطرح ما انت وقفت. فده هيبقى موضوع حلقة غدا ان شاء الله. بس لو كان موضوع الحلقة مفيد بالنسبة لك واستفدت مني حاجة، ما تبخلش عليا بلايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناة وانت مش مشترك، فعل زر الجرس. يلا بينا يا شباب. طب يا جماعه رجعت بعد الانترو كالعاده، نخش على طول في موضوع الحلقه. طيب بصوا يا شباب، افتحوا عندكم اي براوزر وهتخش هنا عندك في جوجل وتكتب جيم سيف مانجر زي ما الكلمه انا كاتبها هنا كده، وهتخش على اول نتيجه بحث هنا كده هيجي لك بالمنظر ده، هتضغط هنا على كلمه داونلود. طبعا هو المفروض الداونلود او التحميل هيبدا لوحده، يعني لو ما بداش اضغط هنا على كليك هير وهتنزل معاك البرنامج. هو طبعا بيقول لك مين انا منزله قبل كده يعني، فاقول له مثلا اوكي اهوت. هو طبعا هتنزله عادي خالص، انا منزله يعني ايه بطريقه مسبقه او منزله بشكل مسبق يعني، فمش محتاج انزله تاني. هو عامه البرنامج اهو، هو مساحته يا سيدي هتلاقي 9 ميجا بايت. بعد ما ينزل معانا هنا كده هتقول له كليك يمين وهتيجي تفك ضغطه اكستراكت فايلز اهوت، وهتقول له هنا كده اوكي. طيب طلع معانا الفولدر ده اهو، دبل كليك عليه كده ماشي، ادي كده شكل البرنامج او الملفات بتاعت البرنامج. هتيجي ده هتشغل البرنامج من الايقونه ديت، دبل كليك عليها وهتيجي هنا تقول له اوكي. بص هنا الرساله دي بيقول لك ايه، بيقول لك ان البرنامج ده بوتابل. بوتابل يا جماعه يعني زي ما انتوا خدتوا بالكم كده مش محتاج تسطيب، هو برنامج نزل وانا فكيت ضغطه واشتغل معانا عادي جدا. هو بيقول لك بقى ايه، لو انت حابب تثبته عندك يعني كبرنامج يبقى موجود عندك يعني، ممكن تعلم على الاختيار ده وشوف انت عايز تثبته فين وتثبته، فسواء كده او كده مش فارقه يعني. فبعد كده تيجي تقول هنا كده كلوز، هو هيبدا هنا يعمل يعني يعمل ايه جذرنج كده او تجميع لكل الداتا اللي عندك. هو هيبدا بقى يشوف كده ايه الالعاب اللي عندك ايه، وايه الالعاب اللي انت مسيف فيها، الالعاب اللي انت لعبت فيها حاجات ومسيف فيها مراحل يعني وكده، فيبدا يعني يعمل سيرش على الملفات دي. طيب هو خلاص خلاص، هو بس بياخد له بس يعني وقت شويه بتاع دقيقتين كده ولا حاجه يعني. لما هيجي معاك الصفحه دي هتضغط هنا على ميك ا باك اب او الاختيار ده، هنا هو هيجيب لك كل الالعاب الموجوده عندك. وخد بالكم كمان يا جماعه، هو ما بيجيبش العاب بس، بيجيب حتى برامج كمان يعني. انا في مثلا هنا عندي اللي هو الام اس اي افتر برنر مثلا، ده جايبه اهوت. في ايه تاني، واللي هو مثلا كورسير سي يو اي دي، ده برضك برنامج. ما علينا يعني، انت عامه هتشوف ايه الالعاب اللي انت عايز تعمل لها باك اب وهتعلمها. انت طبعا ممكن تقول له سيلكت اول تختار كل الحاجات دي، او ممكن تقول له مثلا اقول له مثلا جادو فور، وهقول له مثلا ديد ايلاند مثلا، وهقول له اوي اوت، واقول له مثلا تيكن 8 مثلا يعني. طب انا خلاص عايز اعمل باك اب للالعاب ديت كده. بعد ما علمت عليها اضغط على شكل الفولدر ده هنا كده. هو طبعا هنا هيقول لك انت عايز تحفظ الملفات او الباك اب ده فين. فانا مثلا فرضا في البي سي هخش على الدي مثلا هنا كده، وهقول له اعمل لي يا سيدي نيو فولدر وهسميه مثلا باك اب، واقول له هنا كده اوكي. هو خلاص هيبدا يحفظ معايا الملفات اهو جوه الفولدر اللي انا سميته الجديد ده اللي هو اسمه باك اب. اه لو ناخد بالنا بيقول لي ذا باك اب تاسك هاز كومبليت، ويعني مفيش ايرور موجوده وكل حاجه تمام. قول له هنا كده خلاص اوكي. احنا مثلا لو جينا فتحنا هنا الكمبيوتر ودخلنا على الدي هنلاقي فولدر اهو اسمه باك اب. اه لو ناخد بالنا يا شباب دي العاب اللي انا عملت لها باك اب، دي الملفات بتاعتها. طب يا عم شيتو، انا خلاص نزلت نسخه مثلا وعايز بقى اعمل ريستور للملفات دي علشان بقى يعني ايه الحاجات اللي انا كنت حافظها دي ترجع تاني في اللعبه وكده، هتعمل هنا باك. طبعا هتسطب البرنامج من اول وجديد خالص يعني، بعد ما هتنزل طبعا الويندوز يعني هتنزل البرنامج ده وهتسطبه تاني. وبعد ما هتسطبه وتفتح الواجهه دي هنا هتقول هنا بقى اللي هو اوبن ارشيف اللي هو اول اختيار ده، اضغط عليه. هيجي هنا اهوت يقول لك انت حاطط الحاجات دي فين. فانا هقول له والله يا سيدي انا حاططها في الدي في ملف فولدر اسمه باك اب. هتعلم على الاربعه دول كده وتقول له هنا كده اوبن. اه هتعلم عليهم هنا كده. بعد كده تضغط هنا على الشكل اللي هو المربع الازرق ده، هو هيبدا يعمل ريستور للملفات اللي هو خدها باك اب ده. اه لو ناخد بالنا خلاص ريستور تاسك هاز كومبليت وكل حاجه تمام يا معلم. فبس شباب ده كان موضوع حلقه النهارده او شرح النهارده يعني. لو عجبك الشرح واستفدت مني حاجه انا ارجوك ما تبخلش عليا باللايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه وانت مش مشترك، فعل زر الجرس. وبس كده يا شباب، سلام.